الله وبركاته. رجعنا معكم مع بعض. هنا عملنا ال init select. الفكرة من عنده انه انا ممكن انه اعمل select اكثر من اسم، ففي هذه الحالة لازم احدد انه الاراي مالتي حتكون رقم، لانه عدد يعني كم واحد اختار 1 2 3 صح، واسماء string، بس انه انا اختارهم 1 2 3 4 بمعنى راح تكون عندي integer عدد. هذا حيدخل من ضمن من؟ يدخل من ضمن الليستة اللي أنا أختارها. في الليستة أنا أحتاج إلى الميثود الجيت سيلكتد اندسيس اللي راح يختار من الليستة كم واحد أو كم عدد الايتمز الوحدات اللي أنا اختارتها. زين احنا ممكن هنا أيضا نعمل ديباج، مثلا نعمل system out dot print line مثلا نذكر فيها عدد الأشياء اللي إحنا عملنا لها select. يعني مثلاً نقول هنا selected نعطي لمسافة زين. بما أنه هذا حنكتب هنا selected. زين بما أنه عدنا هذا الأري، هذا الأري يحتاج إلى شو؟ يحتاج انه احنا العناصر اللي عملنا لها select كيف راح ندخل لداخل الاري. في هذه الحالة احنا كل اري يحتاج الى شنو؟ يحتاج الى loop يدخل في داخله. زين هذا loop ممكن انا استخدم فيها for او for each. خلونا نتبع for over array. الفور هنا يذكر انه لي i equal to 0، الاي حيكون على حسب selected اللي انا اختاريته، لان انا ما اريد اختار الليسته كلها. انا ممكن هنا اعمل array يدخل في داخل الليسته، لكن انا ما اريد الليسته، انا اريد الشخص قام باختيار كم واحد من هذه الليسته، فلهذا لا يجب ان يكون في داخل select. جميل. هاي اول شيء. زين كم واحد انت selected باللينث؟ اوكي زين هنا انا راح اعمل شو؟ راح اعمل string اخر. string هذا string حنسميها مثلا element او element. هذا حياخذ من الليست القائمة اللي موجودة فيها get model dot get element at sorry get element at، لأنه أنا لما أختار من الليست لازم يعرف المكان اللي راح يختار من عنده، أي بمعنى أنه حختار من selected صح. إذن هنا أنا أجي أكتب selected لي الاي العنصر اللي راح يدخل في داخلها. هنا عندنا مشكلة mismatch، ما يستطيع انه يعمل convert من الاوبجكت to string. اذا يحتاج الى شو؟ يحتاج الى الابكاست عفوا تايب كاست. التايب كاست مجرد انها في الطرف الثاني تكتب string. هذا اول نقطه. يبقى علينا نضيف الفارس المنقطه. جميل جدا. اذا هنا ذهب الايرور. بعد ذلك نجي نعمل system out اخر dot print print line. في داخلها أجي أذكر مثلا selected element الelement اللي قام باختيارها أو أوكي selected element هذا أعمل copy selected element العناصر اللي قام باختيارها ويدخل في داخل اللوب يظهر لنا العناصر اللي قام باختيارها. لكن كيف راح أطبعها؟ حترك مسافة اوكي بين هذا وبين هذا بين السلكتد ايتمز. ممكن منها ايضا ان تارك مسافه، وهنا أنا ايضا اقدر اترك مسافه زائدا من زائدا الاليمنت اللي قام باختيارها اللي هو هذا صح، لان هذا راح يحسب عدد الاشياء اللي قام باختيارها وعدد الاسماء اللي قام باختيارها. ففي هذه الحاله حيطلع لي يقول سلكتد اليمنت، راح يحسب كم اليمنت، بعد ذلك راح يذكر انه هذا العدد من الاليمنت تم اختيارها. هاي هي كانت الفكره. زين نرجع الى من؟ نرجع للبوبليك فويد مين. ممتاز. نرجع للبوبليك فويد مين. في البوبليك فويد مين انا اللي احتاج انه اعمل جي فريم حتى اضعها في داخل الاطار. الجي فريم اوكي انا ممكن اعملها فريم اعتيادي. فريم ايكوال نيو
جي فريم حاطي له تايتل مثلا اكتب ماي ليست. هذا اول شيء. بعدها اعمل فريم اخر. هذا الفريم حامل set contain لانه pane موجود فيها. احنا استخدمنا البانل. البانل هذا زين. البين من هو البين؟ الكونستركتور اللي هو المين صح؟ هذا الشيء احنا عملناه بدروس السابقة اللي هو المين. زين خلينا نشوف احنا انا صح احنا انا احنا ناسين نكتب new. تمام اختفى الايرور. اخر شيء من الفريم انت الفريم يحتاج للسايز صح؟ تقدر تكتب الدوت باك لكن انا حاطي له سايز. set size هذا السايز حيكون 600 ب 600. ما ننسى الفريم فيزيبل. set visible حيكون true. اذا هاي الاشياء الاساسيه فقط احتاجها. خلونا نعمل ران ونشوف الشكل النهائي. اوكي ظهر عندنا الليسته اللي موجوده امامكم. هذا هو الليسته القائمه اللي موجود فيها الاراي. زين اختار اسامه علي عمر سيف. لاحظ اقدر اختارها واحد واحد وممكن لا هنا انا ماذا يعمل سلكت. زين شو هو الشيء اللي احنا اخطانا فيها؟ اوكي هذا هو من ليست برنت. لاحظ من اعمل برنت يظهر لي احمد. نختار جلال برنت جلال. نختار مصطفى برنت مصطفى. نختار عمر عمر. ممتاز البرنت شغال محمد. لكن راح اعمل بوست بسيط بس حتى اعرف المشكلة هي وين حتى لا ناخذ من وقت الدرس. فوينك حنعمل بوز. رجعنا لكم مرة أخرى. طبعا هذا يحتاج تعديل في الكود إنه أنت تعمل select لأكثر من item في نفس الوقت. فراح أعملها كشيء منفصل لأنه لازم أغير بالentire code. لازم أغير بالكود كاملة يعني. فأوكي هاي خلنا نأخذ الفكرة إنه أنت تستطيع إنه تعمل list بهذا الشكل. طبعا لما أصغر الحجم بس أريد أعطيك فكرة بسيطة إنه لما أصغر الحجم لاحظ يظهر عندي السكرول. اوكي فهاي بس فكره انه كيف تستخدم الليست. الدرس القادم اوكي راح نعمل كيف انه نستخدم اكثر من ايتم في نفس الوقت. زين لهنا نوصل لنهايه الدرس ونكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامه.